الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فعل كفار مكة فعلتهم. لا يشبه عاصم بن ثابت. أيا يكن، ألم يرسلنا رسول الله لكي نأخذ هذه الجثة؟ أترى؟ لا رائحة لجثته. لو كانت جثتي مكانة لتعفنت. رائحتها زكية. لم أشم هذه الرائحة من قبل. الرائحة لدهم، لن يدخل المسلمون إلى مكة. إياك وأن تذهب يا زبير، لا تنسى، لم نأتي إلى هنا للقتال، جئنا لنأخذ الجثة، ولهذا السبب أرسلنا رسول الله. هيا. أوه خبيب بن عدي، البطل خبيب. أيها المجاهد، كيف قتلوك يا خبيب؟ يا خبيب، يا بطلنا وقرة عين نبينا، يا من تلقى منه الرسول السلام من مكة. هيا، ليس لدينا وقت، أحضر الخيل. انتظر يا شهيد. بسم الله. يا لسعادتك. مهلا، قف عندك. أنا لم أراكما هنا من قبل، أنتما غريبان؟ نحن تجار، جئنا من الشام. وما هذا الذي على الحصان هناك؟ لن تمر من دون أن نطلع على تلك البضائع. هذه جثة، إنهم مسلمون يختطفون جثة خبيب. ابتعد، اترك، لا يمكنكم لمسه بأيديكم القذرة. خرج من مكة، خرج. ما هذا؟ الأرض تهتز. إن الرجال سحرة، سحرة. انشقت الأرض من أجله واحتضنت. إذن هذا هو مكانه، والآن كل ما علينا فعله هو الدعاء. يا شهيد، يا خبيب، يا لسعادتك، أصبحت شهيداً كعمي حمزة. ليتني أنال الشهادة مثلك. انظر، هذا هو، هذا هو. قف، لا تهرب، قف.
تكلم يا رجل، وإلا سأدفنك هنا. أخبرنا كيف قتلتهم، كيف قتلت شجاعا مثل خبيب. لم أكن أريد ذلك، لكن يا أخي، أخي هو من أراد اختصر. ذلك. هل تريد أن يطير رأسك؟ تكلم يا رجل. خبيب وزيد بيعا بثمن باهظ. هل أخذتهما إلى سوق العبيد؟ قتل خبيب الحارث، لذا اشترى بنو الحارث خبيبا لكي ينتقم لدم والدهم خبيب. آهن يا خبيب. إن كانت لك يد في قتله. أبدا أبدا خبيب. هل ستخبرنا يا رجل؟ من الذي قتل خبيبا؟ خبيب زرقان بن نوفل هو من أخذه للانتقام لدم الحارث بن عامر. وقعت في يدي يا خبيب، سأنتقم للإخوة الذين سفكت دماءهم في أحد. لتمضي الأشهر الحرم وسأقتلك بيدي هاتين. لن تتخيل ما ينتظرك في الخارج. يا زرقان اسمعني جيدا، لو وقعت في يدي يوم أحد لكنت كسبت ثوابا كبيرا بقتلك. الموت الذي تتحدث عنه ستقابله قريبا، ما هي إلا أيام معدودات، سوف تموت مثل زيد. تعالي أيتها الجارية، هيا، لا أريده أن يجوع، أعطيه شيئا فليأكل كي لا يلمس سيف العظم. يا خبيب، سأحضر اللحم. هل ستحضرين اللحم المذبوح باسم الأصنام؟ لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب الحمد والشكر لك.
اقترب. سعد، بني، خبيب، لذيذ جدا. لم آكل عنبا مثل هذا. سعد، بني، بني، هيا اخرج، هيا، هذا الرجل قتل أعمامك. اترك طفلي بسرعة وإلا فسأصرخ وسيأتي إخوتي فورا ليمزقوك. سأقتل ابنك مقابل حياتي وسأنتقم منه، هذا ما تعتقدين؟ أنت لن تلمس ابني. لو لم أكن مسلما كنت سأقتله، لكن الإسلام يعد القتل بغير حق حراما. حدثني خبيب عن الله. لقد تحدثنا كثيرا وأكلنا العنب ولعبنا. تفضلي يا أمي، العنب حلو جدا. أين وجدت هذا العنب؟ في هذا الموسم لا يوجد عنب أبدا. لقد أرسل الله لنا العنب. قلت الله؟ أجل يا أمي، الله كبير، الله هو رب هذا الكون ومحمد هو خاتم الرسل. ماذا فعلت بابني؟ هل سحرته بالعنب؟ أمي، هذه عنبة صغيرة. لقد حدثني العم خبيب عن الله وحدثني عن النبي. وأنت يا أمي؟ لا تذهب، لا تذهب إليه. لديك طفل ذكي جدا. كان لدي ابن بمثل عمره في المدينة. اسمعي يا أم سعد، أعلم أن أقاربك سيقتلونني صباح الغد. أنا لست خائفا منهم لأنني أعرف أن الشهادة تنتظرني. سأطلب منك طلبا، عندما أموت أرسلي خبرا للرسول في المدينة. خبيب قدم روحه فداء لله ورسوله الكريم. حان وقت الانتقام، لن تشهد ساحة مكة مثل هذا الموت. خذوه، هيا ابتعد، تحرك، تحرك. خبيب، لا تقتلوا خبيبا، اتركوه وشأنه. هيا، يقول لنا اتركوه، اتركوه. خبيب، خبيب. سعد، بني، هيا هيا اقتلوه. هيا الوقت، اجلب هيا الرموح، لا ترحموه ابدا. اقتلوا هذا الخائن. اين هو ربكم؟ اجل، أنا أعطيك فرصة للنجاة. تعال، تخلى عن محمد الذي تسمونه نبياً واكفر به أمام الجميع. عندها سأعفو عنك وسأنسى انتقامي. سوف أطلق سراحك، سوف تصبح حراً. آه، ما رأيك؟ اقتلني، هيا اقتلني، هيا اسفك دمي. فلن أتفوه بكلمة تسيء إلى النبي، حتى لو أحرقتموني حياً، حتى لو عذبتموني إلى أن أموت. إن غزت شوكة قدم النبي فسأشعر بالألم في قلبي. لو كان لدي 1000 حياة لضحيت بهم من أجله. سوف تموت أشنع ميتة. بل أنت من سيموت أشنع ميتة. أما أنا فالشهادة تنتظرني.
سأقف بين يدي ربي وسأكرم بلقائه، ولا أريد شيئاً آخر. ماذا؟ ألا ترغب بالبقاء حياً؟ ها؟ انظر إلى ربك وأخبره أنك سوف تعود عن طريقه، أو افعل ما تريد. الله أكبر. ماذا يفعل؟ ما هذه الحركة؟ إنه مجنون. ها؟ أهو يصلي؟ يا إلهي، ما هذا الهراء؟ ليس أمامه إله ولا حتى إله من التمر، أفقد عقله؟ هل إلههم لا أحد يراه؟ ما الذي يفعله هذا الوقت؟ خبيب، لقد جئت إليك. خبيب. هي، ألم تنتهي بعد؟ أم أنك تخاف من الموت لهذا تجلس؟ ألا تستطيع الوقوف؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خائف من الموت؟ نحن من يطلب موتاً كهذا ونسرع إليه. جعلت صلاتي قصيرة كي لا تظن أنني خائف، وإلا لكنت سأبقى ساجداً إلى أن أموت. أنا مسلم يعبد الله وسأبقى مخلصاً ما حييت. يا الله، دمر كل هؤلاء المشركين، خذهم جميعاً يا الله. ألا أنا سوف نرى من الذي سيموت. خذوه. هيا تعال، اركع أيها الوغم، اركع، ثبت. هيا، لا تقتلوا. يا رب، ليس بين هؤلاء من يمكن أن يوصل سلامي لرسولك، اللهم بلغه السلام. خبيب. قل لي، هل آلمتك الطعنة؟ نحن المسلمون بعد أن نموت سوف نذهب إلى الجنة. اتركني. لا ترحم. أعطني محمد. هل تريد أن أطعنك من جديد؟ اتركوا خبيبة، لا تقتلوه. أشهد أن لا إله إلا الله. اسمعوا ماذا يقول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا يثرثر؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. خبيب. مات. يا الله، احفظ خبيباً وانقذه منه. أخيراً قتلنا هذا الوارث. يا رسول الله، أين محمد لينقذه الآن؟ أين هو نبيه؟ يقول الشعر. لابد من أن دعاء ذلك الطفل قد قبل، ووصل الخبر إلى النبي وأرسلكما. يا رب اغفر لي. يا رب. ماذا حدث لعاصم؟ عاصم؟ أين معلمنا؟ لمن بات عاصماً عبداً أيضاً؟ عاصم سأقضي عليك، سوف أقتلك. زبير، سيطر على غضبك، إن أردت البقاء حياً فأخبرنا. سأشرح كل شيء من البداية. هذه حياتنا، نعيش في الخيام في الجبال، نحن بدو، وعندما رأيت انتقام أهل المدينة تحول أهل مكة إلى وحوش وقتلوا الناس في بدر وأحد. كانوا يقاتلون يميناً ويساراً للانتقام لهزيمتهم. هيا اثنان هيا. من الفرسان قادمون هيا. إلى القبيلة، سلافة وزوجها معاذ. سلافة كانت البادئة بكل شر، من أين لنا أن نعرف أنها من نسل الشيطان؟ هل أنت ابن لحيان؟
هل أنت ذلك الرجل الذي يقطع الطرق ويقتل المارة ويسلبهم أموالهم؟ أنت ابن لحيان، جئت لنتفق. نحن لا نتفق أو نتحدث مع النساء. المرأة كائن أدنى منا، أبناء لحيان يتحدثون إلى نظرائهم. إن لم تسمعوا عن سلافة ابنة مكة فدعهم يخبروك أي امرأة أنا. اجلسي. هذه المرأة بألف ألف رجل، إنها قوية، لذا احذر أنت تتعامل معها. أنا زوجها، أجل، أنجبت لي ولدين. يا أهل مكة، نساؤكم رجال ورجالكم هم النساء. كف عن الثرثرة، سأعطيك 100 ذهبية و100 ناقة، وفي المقابل أريد رأس رجل. من صاحب هذا الرأس الثمين؟ أصبح لدي فضول. عاصم. عاصم؟ عاصم بن ثابت، أحد رجال محمد من يثرب، أريد رأسه بسرعة. بعد الآن لم يعد في إمكان أحد الدخول إلى يثرب، ولهذا السبب أتيت. أحضر لي رأس عاصم وسأعطيك ثروتي. غضب دفين، ما هو السبب إذن؟ لقد قتل ولدي في أحد، لذلك أريد أن أنتقم لموت ولدي. يا زوجتي، إن أبناءنا. اصمت يا معاذ، اصمت. ما رأيك يا ابن لحيان؟ ما هو جوابك؟ هل ستحضر رأس عاصم؟ حسناً. سعيد، أنت تبلي بلاءً حسناً. على رسلك يا أخي. استمر، اتفقنا؟ أحسنت. حسناً. هيا يا أخي. زيد، أخطأت. مرثد، هات يدي. اعتمد على ساقيك، توازن. هيا. هيا. حسناً. راكان، ركز جيداً. حسناً. ليس السيف، هات يدك. انظر إلى خصمك وثق بقوتك. هيا، محاولة. أسرع جديد. أسرع، تجنبها. هيا. أحسنت. عليك أن تكون ثابتا. لا عليك. أنت ذا أبيك. هيا. أحسنت يا بطل. هذا يكفي. خبيب، وأنت لا تشتت ذهنك. هيا يا أخي. أجل أجل. هل سمعت يا خبيب؟ أنتما بارعان جدا في المبارزة. زبير، تهاجم بجنون، فلتتمالك غضبك. الغضب ليس بالسيف بل بالعقل. أحسنت يا مقداد، ما شاء الله. حسنا، تعال يا أخي. انتهى التدريب القتالي، والآن وقت التدريب العلمي. هيا. من هؤلاء؟ يشبهون أبناء القبيلة الشمالية. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام يا شباب المدينة الشجعان. أيها الشباب المؤمنون، درسنا عن آيات السلام القرى. عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. السلام. آخر آيات نزلت على نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. يا عاصم، رسول الله في انتظارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل رسول الله هنا؟ السلام عليك يا رسول الله، لقد طلبتني. حسنا يا سيدي، لقد كلفتني بتعليم الإسلام والقرآن، هذه أعلى الواجبات، روحي فداء لك. سأجدهم فورا يا سيدي. نحن بدو الجبل. شكرا على كرم الضيافة، أعددتم الطعام وجهزتم الأسرة، شكرا جزيلا لكم. ولكن لا نحن ولا خيولنا معتادون على العيش داخل أربعة جدران. أهناك مشكلة إن قضينا الليلة في الخارج؟ افعلا ما يحلو لكما. لقد قال نبينا علينا إكرام ضيوفنا ولا سيما الذين يتقربون من الإسلام. نعم نعم، جئنا لنسأل عن نبيك ولتبلغنا آيات الله، نريد أن ترشدنا إلى دين محمد. فليتعلموا القرآن، نريد أن نصبحوا مسلمين، ولن يفعل هذه الأمور سوى شخص مثلك. سمعنا أنك معلم لا مثيل له. بارك الله بكما، لست إلا وسيلة. ولنقل ما تعلمناه للناس، سنضحي بأرواحنا، سنأتي معكم حتى لو كنتم في آخر العالم، ويشرفنا أن نشرح القرآن لكم. قطعنا كل هذا الطريق من أجلك، قلنا للنبي أرسل عاصما معنا. أحسنتم فعلا، التوجه لطلب العلم من أعظم العبادات. قال رسول الله: اذهبوا مع أهل الشمال، اقرأوا عليهم القرآن ودعوهم يقرؤونه، أرشدوهم إلى الصواب، علموهم الإسلام. وعليكم أيضا أن تراقبوا بين مكة والمدينة، إن عداء أهل مكة لنبينا وأصحابه يتزايد يوما بعد يوم، وأبو سفيان لا يتوقف أبدا عن التهديد والوعيد. ووصية رسولنا أن تسيروا إلى القدر الذي كتبه الله. نعرف يا رسول الله أنت قلق جدا علينا، لكننا نعلم أن إرادة الله هي أن ترسل هؤلاء الشباب لنشر الإسلام. خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، مرثد بن أبي مرثد، عبد الله بن طارق، خالد بن البكير، وأنا عاصم بن ثابت، سنحمل النور الذي أشعلته في قلوبنا إلى الظلام. يشرفنا أن نموت على هذا الطريق يا قائدنا وسلطان قلوبنا. نحن نحبك كثيرا، لقد اتبعنا طريقك،
ادعوا لنا أن نصبح شهداء في سبيل هذه القضية. أيها الشباب، أنتم أمل المستقبل. لقد أبلغتكم ما سمعت من نبينا. دليلنا هو القرآن، والرسول هو قدوتنا. قضيتنا هي إبعاد الناس عن النار ودعوتهم إلى الجنة، وتذكير الناس بإنسانيتهم وحثهم على الترابط والوحدة. إن كان لي حق عليكم، إن كنتم تحبونني، ما أريده منكم جميعا هو أن تكونوا جيلا قويا أفخر به دائما وأبدا. هذه وصيتي. يا عاصم بن ثابت، نعرف أنك خير مثال عن الجيل الذي نشأ على يد النبي، ونحن سنكون أتباعك. بحفظ الله وأمانته. بأمان الله. هيا. بحفظ الله. بأمان الله. هيا تحرك. هيا. رافقتكم السلامة. رافقتكم السلامة. ماذا حدث لك؟ أراك قلقا. هل سيوقفنا بضعة رجال؟ لو جاء كل أهل المدينة لقطعنا رأس عاصم أمام الجميع. من هؤلاء؟ هيا بنا. هيا هيا. سيكونون فريسة سهلة بالنسبة إلينا. ولكن يا ابن الإحيان، هؤلاء المسلمون محاربون جيدون، هذا ما سمعته عنهم. ما الذي تقوله؟ أم أنك خائف من مواجهة بضعة رجال؟ انظر، عددنا كبير جدا، ونحن نتربص مثل الثعالب. سيأتون وسنصطادهم مثل الطيور. يا امرأة، هل أنت مجنونة؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ هيا عودي وانتظري، سأحضر لك رأس الذي تريدينه. يا معاذ، خذها من هنا. هيا هيا. اصمت، سوف أبقى هنا. إن أمسكت به حيا أو ميتا فسأمزقه إربا بيدي هاتين. هل تسمعونني؟ هل قبيلتك هنا؟ نعم، سنرى الخيام عند عبور الجبل. تفضل تفضل. تفضل. هيا انظر، ما زلتم لا تأمنون لنا. القليل من الشك سيكون أفضل. خذها رجاء. شكرا. نحن حين تسلم قبيلتك سنصبح إخوة، وسنصبح جميعنا يدا واحدة. خبيب، لقد رافقت نبينا الكريم كثيرا، حدثنا عما قاله رسول الله. ذات يوم كنا عند رسول الله، وعندها جاء رجل فسأله متى تكون الساعة، فقال له النبي: إذا ضيعت الأمانة وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظري الساعة. هكذا قال. كنا في حضرة الرسول فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلوا ركعتين لوجه الله، كتبوا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. هل طار نومك حين سمعت هذا الحديث؟
رسولنا يختار الطريق الأوسط وهذا ما ينقذنا. كيف سيكون حالنا من دونه؟ ذات يوم كنا عند عبد الله بن مسعود فقال النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بالحكمة ويعلمها. أليست جميلة؟ عليه الصلاة والسلام قال رسول الله: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أي الفارغ. سمعت هذا بأذني. يا عاصم بن ثابت، حان دوره، ماذا سمعت من رسول الله؟ أخبرنا. إنه شرف كبير لي، كنا نستعد لأحد، أتانا رسول الله فقال: يا عاصم بن ثابت أخبرني كيف سنحارب العدو. كان رسول الله يسألني عن رأيي. في تلك اللحظة كنت أرتجف، من أنا؟ فصمت. قال: أخبرني، يجب أن نسلم العمل لأهله، أنت أهل للحرب والقرآن فأخبرني. قلت: يا نبي الله، إذا جاء يوم أحد وكان بيننا وبين العدو مسافة طويلة نرمي السهام، وإذا اقترب العدو فسنرمي الحجارة عليهم. هذا سيفرقهم. أي أن الأمر يتعلق بالمسافة، وإذا وقف العدو أمامنا فسوف نخرج سيوفنا ونضرب بها رأس العدو. حمدا لله على سلامتك. شكرا. يا زيد، أخبرنا أنت أيضا. ذات يوم كنا معا في المسجد فقال رسول الله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه هي خصال المنافق. أين هم الآن؟ لا يوجد طريق آخر. لقد جاء اليوم الذي انتظرته منذ يوم أحد. يا أهل مكة، تريدون أن يحدث كل شيء بسرعة وبلمح البصر. نحن سكان الجبال نعرف كيف نتحلى بالصبر. نحن نعلم جيدا كيف ننتظر فريستنا في مكان آمن كالثعلب. أقسمت باللات والعزة ومنات، إن لم أشرب الخمر من رأس عاصم فلن أمشط شعري ولن يمس وجهي الماء. لا تقلقي، لن تحنثي بيمينك. إنهم قادمون. سوف أضرب عاصماً بنفسي. مهلاً، ليس قبل أن ينزلوا عن الخيول. تريدين أن يهرب الطائر من فخنا؟ عاصم، لقد جاء يوم انتقامي الذي انتظرته منذ يوم أحد. سلافة، أحد كانت معركة، لكن الآن أنت. لا تتحدث. سأمسك به وأشرب من دمه. كل شيء سيكون كما خططت. يكفي نصبر قليلاً لنمسك بهم. عليكم أن تتحلوا بالصبر الآن لكي نمسك بفريستنا. ها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 ه
دعونا نستعد للحظة الهجوم. هذه ساقية الماء، ستتوقف القافلة هنا، فلنسترح قليلا، لقد تعبت الخيول. وصلنا تقريبا، خيامنا قريبة جدا ويوجد ماء. حسنا يا رجال، علينا أن نصلي الظهر أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يفعلون؟ لقد كانوا عطشا جدا. إنهم يتوضؤون. يتوضؤون؟ يتوضؤون ليستعدوا للصلاة. يتطهرون 5 مرات في اليوم للمثول أمام ربهم. غريب. ومع ذلك تقسم زوجتك إنها ستشرب الخمر في رأس عاصم هذا. حان الوقت، اقتلهم. هيا أطلق السهام، اقتلوهم. يا امرأة، إن من بينهم أخي نجار ومعهم عتبة. لنهاجم القافلة حتى يغادروا، وإلى الآن لم تحن بعد لحظة هجوم الثعلب. نجار، أين تذهبان؟ حسنا، كنا ذاهبان لنحضر التمر، كنا نريد أن نطعم الرجال، كلنا جائعون. عندما يحين وقت الصلاة تتوقف الأعمال. نبينا الكريم وقرة أعيننا يقول: لا حياة بلا صلاة، لا يمكننا العيش. إن كنت لا تصلي فاحرس المكان لنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ماذا يفعلون؟ سمع الله لمن حمد إله. ربنا لك الحمد. لكن ليس لديهم إله أمامهم. الله أكبر. الله أكبر. يؤمنون بإله غير مرئي. وهل يكون الإله خفيا؟ انظر، إلهي معي كل الوقت، أحمله معي دوما ولا يفارقني. أما هؤلاء فيتبعون جنون محمد. لقد رأيت محمد، إنه ذكي ورجل موثوق. لا تقل هذا الهراء، هل ستنتظر هكذا؟ أطلقوا، اقتلوهم جميعا. أسكت زوجتك قليلا. لنهاجم عاصم حتى يعود أخي ومن معه إلينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يكفي، هاجمه. سوف أعطيك 100 ناقة، فلتكن 200. أحضر لي عاصما إلى هنا فقط. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله، كن معنا دائما، خرجنا في سبيلك وراضون بما تكتبه لنا، لا تبعدنا عن طريق الحق قيد شعرة. كل ما نريده هو شرح ديننا، فارزقنا الشهادة في سبيلك. يا الله، نحن ذاهبون إلى قبيلة أسلمت، حتى لو متنا يكفينا أن نهدي الناس للإسلام. فلنحترق لننير العالم ونزيح الظلام، اكتب لنا النصر. اللهم آمين. آمين. خالد، خذوا حذركم، ابتعدوا. Ha ha ha.
أيها الخونة، نصبتم لنا فخا، نصبوا لنا فخا بكم، فخدعتمونا. جاءت امرأة من مكة وطلبت مني رأس عاصم مقابل مكافأة. ما هذا؟ نصبتم لنا فخا؟ اضربوا عليهم. هيا، ها قد أتوا بهم جميعا. إنهم يهاجموننا من هنا. هيا اقبضوا عليهم. مرثد إلى التل. ماذا تنتظران؟ هيا، إن لم يأتنا الموت فسوف نذهب إليه. بسم الله. الله أكبر. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. يا الله. فلنطع أمر الأمير لتكون الشهادة من نصيبنا. يا الله. اصبروا يا عباد الله، اصبروا أيها المؤمنون. بسم الله. أريد عاصما، أريد عاصما، أحضر لي رأس عاصم. اصمتي يا امرأة، أتينا كلنا لنأخذ رأس عاصم. يا الله. الله أكبر. بسم الله. اخرجوا من نطاق السيف، اخرجوا من نطاق السيف. ماذا تفعل يا رجل؟ لو كنا 1000 رجل لن نستطيع قتالهم بالسيوف. هل سندعهم يهربون هكذا؟ هيا اعطني الرمح، انا ساخذ راس عاصم. اتريدين الموت يا امراه؟ الحرب مهمه الرجال. ليس امامي حل اخر. اليس هناك من يستطيع ان يسفك دمه؟ هل هناك من ياخذ راس عاصم؟ لقد ضغطنا عليهم، فلندعهم يذهبوا الى القمه، سوف نذبحهم مثل الدجاج هناك. ماذا تنتظر يا رجل؟ هيا اسحب سيفك، اولست رجلا؟ الى التل، الى التل. تعال معنا. لن أغادر من هنا حتى يأتي أمر الله. لنرى رأس من سيقطع هذا السيف. اهجموا. هيا. إلى التل. طلبت منك أن تذهب إلى الأعلى. زيد، خذ خالدا إلى الأعلى. حسنا، سوف نبقى. أنت الشخص الذي مدحه نبينا، أنت عاصم، يجب أن تعيش، أنت أميرنا. لدينا مصاب، لذا فعلوا ما أطلبه. عاصم، أنت حافظ، سوف يتعلم الناس آيات الله منك. اترك القتال لنا. لا تقلق، سوف نغلبهم مثل يوم بدر. إما أن تأتي الآن، وإما فلن تبقى وحدك هنا. عليك أن تعيش من أجل الإسلام، الإسلام في حاجة إليك. سأنصت لكم، دعونا نصعد، سوف نصبر إلى أن نرى حكم الله. عاصم، اقتلوا عاصم. مرثد، مرثد. لا مرثد. مرثد. خبيب، عبد الله، احمونا. هيا بنا. هيا. عاصم، عاصم، تحمل يا عاصم. جمو. هيا تعالوا. يا الله. عاصم،
خالد، مرصد أخي. تحمل يا أخي مرصد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. عاصم، انتبه لنفسك. هناك امرأة عقدت اتفاقا مع البدو، سوف تعطيهم 100 ناقة مقابل رأسك. إن كتب الله لنا الموت في سبيل نشر ديننا الحنيف فليكن ذلك، لكن لا تقلق، لن أسلم رأسي لهؤلاء. ستجعل رأسك كأسا لشرب الخمر وستدور بها على الكفار. ما منع عن هذا الجسد في حياته لن يمسه بعد الموت. الله الحامي. خبيب، عبد الله، خبيب، عبد الله، فلتعطيني سهما. أين سيفي؟ لا، أنت ستبقى هنا، نحن سنقاتل. لا تدعها تقتلك، انتبه، حارب الكفار، إياك وأن تستسلم. حتى لو أصبنا، إياك وأن تستسلم. من أجل نبينا ومن أجل دين الإسلام، حتى لو متنا جميعا حارب يا عاصم، لا تتركهم أحياء. انصر دين الإسلام، جرحنا في أحد، لكن لا تستسلم يا عاصم، ولا تنسى. رجاء السهم يا عاصم، أعطني السهم يا عاصم، أعطني، أعطني. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد استشهد مرثد. مرثد انتقل إلى الجنان، والآن حان دورنا. إن عددهم كبير. مهما كان عددهم يا زيد، نحن سنتصدى لهم، لن نغادر هذا الجبل. خالد، هيا فلنقم بدفن الشهيد. حسنا يا عاصم. بسم الله. محمد، لدي شيء سأقوله. لن تخرجوا أحياء، خذوها نصيحة، إياكم والمعاندة. يا بني لحيان، نحن خرجنا لإعلاء كلمة الله ومستعدون للتضحية بأرواحنا. هذه كلمات كبيرة، ربما سيستسلم الرجال الذين معك، أليس كذلك؟ ما رأيكم بهذا؟ إن سحبت السيوف من أغمادها وخرجت فلن تعود إلا منتصرة.
ألا تخاف من الموت يا هذا؟ أنت شجاع جدا. لو أنك كنت مسلما لعرفت من أين تأتي شجاعتنا. حتى الله الذي تؤمن به لا يستطيع أن يخلصك. هيا تعال واستسلم. أن نموت في سبيل الله خير لنا من أن نستسلم لك. ألم نعقد اتفاقا؟ هيا هجموا، اقبضوا عليه حيا أو ميتا، ماذا تنتظرون؟ اسمعي سلافة، انظري، هؤلاء الرجال ليسوا كزوجك، ألا ترين؟ إنهم يركضون نحو الموت، لا تظني أنهم قليلون بالعدد والعتاد. كم كان عددهم في بدر؟ لقد كانوا قلة في بدر. جئت وعقدت اتفاقا لآخذ عاصم، لكنك لا تنفع في شيء. لا تضحكيني يا امرأة، أيعقل ألا نستطيع القضاء على بضعة مجانين؟ ثم إن كنت تريدين عاصم فقط، فأنا أريد بقية الرجال، أريدهم أحياء لا أموات. يا أتباع محمد، سأكرر كلامي الآن، حافظوا على حيواتكم واستسلموا، لا تدعوا أمهاتكم تبكي عليكم. دع هذا المشرك الذي بجانب المرأة يخبرك من سيموت أولاً، اسأله ليجيب. هيا اقتلوه. يا أبناء لحيان، أنتم الخاسرون، بدلاً من القتال كالرجال قمتم بنصب الفخاخ لنا. لقد جئنا لنخبركم عن الإسلام، جئنا لكي ننقذكم من الضلالة، لكن ماذا حدث؟ لقد غدرتم بنا، كيف لنا أن نصدقك؟ ولا نركع إلا لخالقنا. نحن عشاق الشهادة، سنقاتل لآخر قطرة من دمائنا. يا عاصم انتبه لنفسك، اهجموا، أريده حياً حياً. إخوتي، حان وقت الشهادة. طلب مني رسول الله أن نطبق الخطة التي طبقناها في غزوة أحد. الآن بيننا مسافة بعيدة، سنطلق. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خمسة أشخاص، لا يمكنكم القبض على خمسة أشخاص يا أغبياء، اهجموا، اهجم، هيا انطلقوا، امسكوا بهم جميعا، لا تدعوهم يهربوا. حان دور الحجارة، إن كان العدو على مسافة قريبة فسوف نرمي الحجارة. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، إياكم والصخور، ابتعدوا ابتعدوا. يا الله، الله أكبر، هيا، الله أكبر. وهذه هدية ليوم الرجيع. أجل، إنها النيران، احذروا، اختبئوا، إنها النيران. يا إلهي، ابتعدوا، ابتعد، اهجموا، هيا، عار عليك يا رجل، إن لم تستطع قتله
فدعني أنا المرأة آخذ حقي. أنت يا عاصم قتلت ابني الاثنين، حان وقت الانتقام منك. سأجعل رأسك كأساً لخمري، كأساً. يا سلافة، أنت امرأة ولا نكلم النساء ولا نهين كرامتهن أبداً. قام ابناك الاثنان بمهاجمتنا في ساحة المعركة واستحقا الموت. لا أريد أن تتأذى أي أم، أقصد ظلماً، وابناك قد ظلماه، سفكوا دماء المسلمين. لو أنهما قالا لا إله إلا الله لكان ابناك على قيد الحياة. هذا شعر، شعر. أنت امرأة، أنت أم، إذا كنت تريدين رأسي من ألمك فهذا سيفي، سأقطع رأسي. ولكن إن كنت تتحدين بسبب ضغينتك فسأقف في وجه العالم أجمع. اعلمي هذا جيدا. عاصما يقول الحقيقة، مات ولدانا يا سلافة، هيا تراجعي فلنذهب. اصمت يا رجل اصمت، ماذا تنتظرون؟ هيا احضروا لي رأسه بسرعة. لم يجدي رجالك نفعا، إن كنت مثل رجالك أيضا فسوف يغلبنا المسلمون. اهجموا، هيا اهجموا. كل الذهب سيكون لك يا عاصم، سوف تكون غنيا. اهجموا. سأعطي من يحضر رأس عاصم 100 ناقة. الآن حان دور الرماح. سننتظر حتى يقترب قليلا. بسم الله والله أكبر. بسم الله. الله أكبر. لا تهرب، سوف تكون غنيا جدا. اهجموا، اهجموا. إنهم يتراجعون. انظروا كيف تفرقوا، سيأتون مرة أخرى. حان وقت الصلاة. خالد عبد الله، سنصلي وأنتما حميانا. لماذا تتراجعون؟ لم نقدر عليهم. كيف لم تقدروا عليهم؟ اهجموا. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تعالوا معي. انتظروا الأمر مني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله، أنت قادر على كل شيء. إن كتبت لنا الشهادة فيا مرحبا بها. أرجو منك يا إلهي أن تتقبل صالح أعمالنا. أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أرزقني الشهادة في سبيلك، ولا تدع يد الكفار تمس جسدي، وباعد بيننا وبين الحرام، واحمنا واحفظنا. آمين. الشهادة تنتظرنا، هل أنتم مستعدون؟ إن الشهادة تنتظرنا وسنقابل ربنا يا عاصم. نحن مستعدون. ليقبل الله شهادتنا. سأذهب إلى ربي، ماذا أريد بعد؟ اكتب لي الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. اهجموا اهجموا. إذن سأذهب أولا وأنتم احموا التل. لا تذهب، نحن أولا وأنت انتظر هنا، إنهم يريدون رأسك. بدلا من أن نسلمك له سنموت جميعا. لقد استمع النبي إلى خطتي، لما تعارضون؟ أنا أولا. لن أدعك تذهب يا عاصم، أنت تريد أن تنال الشهادة قبلنا. لن تذهب، سنذهب نحن. حان وقت الشهادة، هيا أيها الإخوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الله الله أكبر أيها الله أكبر الله أكبر. هل تريد رأسي يا ابن الإحيان؟ تعال إلى هنا لتأخذه. الله أكبر اهجموا. اقتلوا آسن، اقتلوه، اقتلوا آسن. اطلقوا. اصبت عاصما. لقد اصاب آسن، لقد اصاب آسن. عاصم عاصم. اضرب اضرب عاصم. عاصم بعد قليل سيبرد قلبي. عاصم عاصم فلتحمونا فلتحمونا. لا تقف، اقتل، اضربه، لم يبق سوى القليل. اقتل عاصم. ماذا فعلت؟ لقد هربوا. تقدموا. هيا. نلت الشهادة، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا اهجموا. عبد الله هيا. اهجموا اهجموا يا شهداء بدر، انا قادم اليكم. اشهد ان لا اله الا الله. مت ايها الوغد. واشهد ان محمدا رسول الله. يا الله لا توقعني بين يدي الكفار ولا يمس جسدي. لن يمسوك ابدا، لن يمس الكفار جسدك الطاهر، أنا أعدك. لا تقلق، اكسر يديهم. هل سمعت؟ هل سمعت؟ أهلا بك يا رسول الله، هل أتيت لتودعني؟
الشرف لي، روحي فداء لك. أرجوك سيدي، أريد دعاءك ألا تمس يد الكفار جسدي. ربنا يستجيب دعاء رسوله. يا رسول الله، وهبت عمري للإسلام، كان شرف كبير لي أن أعلم الشباب الصالح وأن ينشأوا على يدي. وجدت العدالة في طريقك والمعرفة والصديق الحقيقي والشجاعة أيضا، فلتدعو لي يا سيدي أن يعرف هؤلاء بنسل عاصم. يا رب، يا شاهد، تقبل دعاء رسول الله. أشهد أن لا إله عاصم لا إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عاصم، استسلموا. يا أبناء الإحيان، نستسلم لك، ولكن لدينا شرط. لن تمسوا جسد عاصم بن ثابت أبدا، لن تلمسوا جلده حتى نواريه الثرى بأيدينا. هل تتعهد لنا بذلك؟ حسنا، أنا أعدكم، أقبل بشروطكم. لا تقتل، سوف أخذ هذين الاثنين أسرى. أحضروه. هيا هيا، خذوه بسرعة. أما الموتى فاجمعوهم. لا تقتلهما، لقد أصبحا أسيرين. أين عاصم؟ قل لي أين هو؟ ألم تحضر رأس عاصم؟ أنا سأقطع رأسه بيدي، أنا. يا ابن الإحيان، هل ستخلف بالعهد؟ قلت إنك لن تلمسه وقطعت عهدا. ولكن كلامي يتلاشى أمام الذهب والإبل، ماذا أفعل؟ هذه عادتي، ماذا أفعل؟ يا غدار، أنت غدار. أيها الغدار، خذوهما. اتركني. أيها الغدار، أيها الغدار. أحضر. يا الله، لا تعطهم جسده، لا تجعلهم يمسونه. أرجوك يا الله، يا الله، تقبل دعاء عاصم. هذا عاصم، لقد أمسكت بك. you
أخبرني يا عاصم، من سيأخذك مني؟ من؟ من؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ نحل! اطرد هذا النحل! ما هذا؟ اطرد! يا للهول! النحل! اطرد هذا النحل! فلنهرب من هنا! اهربوا! اهربوا بسرعة! هيا! اهربوا هيا! يا الله، يا ليتني مت قبل هذا. يا خبيب، ليتنا بدل أن نباع في أسواق مكة نيلنا الشهادة مثل عبد الله ومثل خالد ومثل مرثد وعاصم. لا نعرف ما كتبه الله لنا، ونأمل أن يمنحنا الله الشهادة. لقد طرسوني. من أين جاء هؤلاء؟ ما أدراني. إنهم مثل جنود عاصم. بسرعة. الحمد لك يا رب، علينا الهرب. لم يمسوا جثة عاصم، الحمد لله. أنت القادر على كل شيء، وتحمي أحباءك يا الله، وأنت من تعذب أعداءك. من أين جاء النحل؟ هل جاءوا من أجل عاصم؟ قد هجمونا جميعا. وأنا لم أقطع رأسه، لم أستطع أن أقطعه. لا لا، وضعت ثروة أمامك، 100 من الإبل و500 قطعة ذهبية. إذا كنت تريد النصف الآخر فأحضر عاصم. هناك نحل يا امرأة، ألا ترين؟ يبدو أنهم جنود عاصم. اقتلوا هذا النحل جميعه، واحضر لي رأس عاصم. حسنا يا امرأة، لننتظر قليلا، سوف نقتل النحل بالتأكيد. لا تقلقي، جثة عاصم لن تطير. سأستضيفك في قبيلتي. انتهت الحرب، لنستريح. انظري سلافة، زوجتي العزيزة، هناك أمر ما. لم يأتي النحل عبثا، استسلمي فلنذهب. لقد مات عاصم، ماذا تريدين بعد؟ هيا لنعود إلى مكة. لن أعود إلى مكة إلا ومعي رأس عاصم. انصبوا خيمة، لن أغادر. انصبوا الخيام، تحركوا إلى ما تنظرون. أين نجار؟ أين أخي نجار؟ نجار! نجار! سامحني يا عاصم، سامحني. نجار! نجار تعال إلى هنا، تعال! هل تعرفون صفوان بن أمية يقدم لكم 100 ذهبية، ولكن زرقان بن نوفل سيدفع 500 ذهبية مقابل خبيب. توقعت أن يدفع أكثر. كذلك من الواضح أنك نادم. لا لا تكذب، هذا واضح من نظراتك وحالك. أنت متفاجئ من وضعي، أليس كذلك؟ وكيف أقف صامتا أمام امرأة؟ كان الفقر ينهش روحي.
زوجتي سلافة هي ابنة أشهر عائلة في مكة، إنهم أغنياء. عندما كنت شاباً أسرني جمالها فتزوجتها، وعلمت لاحقاً أنني تزوجت شيطاناً. أقاربي يضعونني تحت الضغط باستمرار، لقد خافوا وهذا حقهم، ولذلك أنا كالمرأة وهي كالرجل. لم أستطع أن أحب أبنائي جيداً، لم تسمح لي. قامت زوجتي بتربية أبنائي وكانت أسوأ تربية. تربوا على الكذب واحتقار الفقراء، وكانوا يضحكون على قمع المظلومين. هكذا ربتهم. كان لدي ولدان قاسيا القلب، ابنان ظالمان. لا أستطيع أن أكلمها، ماذا أفعل؟ أتجول بجانبها كالعبد وأنفذ كلامها. يكفي يكفي، هذا يكفي. أيها المكي، أين زوجتك؟ أين اختفت فجأة؟ حين هطل المطر في ليلة البارحة سهرت طوال الليل ولم تنم، ربما هي في الأعلى. لنذهب ونرى، لا شك في أنها قطعت رأس عاصم. فلتضع العملات الذهبية في يدي. لا لا، ذهب عاصم. لقد فقدت المرأة عقلها. ذهب عاصم، لا، أين ذهب؟ لا لا لا، أثر له. إلى أين ذهب؟ إلى أين؟ هطل المطر البارحة، ربما جرفه السيل. هذه جثة ليست قشة، كيف سيجرفها السيل؟ أنتم أخفيتموه عني، أنتم أخفيتموه. حسناً يا امرأة، لا شك أن جثته علقت في الأسفل، سنبحث عنها. ابحثوا وجدوه فوراً فوراً فوراً. يا بني لحيان، لا أثر لجثة عاصم، ابحثوا عنها في كل مكان، ابحثوا في الأسفل. لا تقلقي، سيجدونها قريباً، حتى لو ابتعدت سوف نجدها. هيا تعالي، علينا أن نعود، هيا بنا. لن تستطيع الفرار مني يا عاصم، لن تنجو مني، سوف أقطع رأسك بيدي. لا يمكنك الفرار مني يا عاصم، لا يمكنك. زوجتي سلافة. تهانينا يا معاذ، أصيبت بالجنون. سوف أشرب الخمر برأسك، أحضروا لي رأس عاصم بسرعة.
بحثنا طويلا ولم نجده، كأنه طائر وطار. بحثنا في كل مكان ولم نجده. هذان الأسيران سنبيعهما في مكة، ثم سنعود إلى قبيلتنا. أحضروهما. ولكن ماذا بشأن المئة ناقة؟ اللعنة عليها، لا أريد إبلها ولا ذهبها. تلك المرأة مجنونة. هيا تحركوا، سوف نأخذ الأسيرين إلى مكة لبيعهما. نجار، قلت سنغادر. لقد أخطأنا خطأ كبيرا. كانوا أناسا طيبين، أنقذ عاصم حياتنا، ولكن ما الذي فعلناه؟ بعناه بمئة من الإبل. ما الذي تقوله؟ دينهم يحث على حب الناس والمشاركة والأخوة والصدق. نبيهم شخص طيب جدا. ارتكبنا خطأ، من فضله دعهما يذهبان. ألقوا عليك تعويذة، هذا ما يقوله أهل مكة. محمد ذلك ساحر، لقد سحروك أيضا. ألن تأتي معنا؟ حسنا، لا بأس بذلك يا أخي. إن بايعت أولئك المسلمين فلا حصة لك. توقف يا ابن الأحيان قبل أن تحضر رأس عاصم. كيف ستغادر؟ يا سلافة، لا أظن أنك أم حزينة على فقد ابنيها. لقد فقدت عقلك كله. جننت. انسي أمر عاصم. لا أعرف كيف حدث ذلك، لكنه اختفى. لن نبحث عنه. قلت اقتله فقتلته. إذا أردت رأسه فابحثي عنه بنفسك. انتهت مهمتي هنا. أوفي بوعدك يا ابن الأحيان، وجد لي عاصم. جد لي عاصم، جد لي عاصم. جدوا عاصم، ابحثوا عنه، جدوه لي. جدوا عاصم، جدوا عاصم، جدوا عاصم، جدوه لي. جدوه، جدوه لي، جدوه لي. عاصم، ابحثوا عنه وجدوه. عاصم، 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 ابحثوا عنه. عاصم، عاصم، عاصم. يا امرأة دعينا نذهب. إنه هنا، هنا. لن أغادر حتى أخذ رأسه. أقسمت باللات والعزة لا أشربن الخمر برأسه، وسأنتقم منه. سأنتقم، سأنتقم. كفى، هذا يكفي. كفى، أنت القاتل الحقيقي. أنت، أنت من قتل ابنينا، وأنت من ظلمهما. أنت أرسلتهما إلى المعركة لكي يقتلا محمداً هناك. لقد حولتهما إلى شياطين مثلك. أين ستهربين من ضميرك؟ عاصم لم يقتلهما، أنت القاتلة. غضبك هذا وحقدك الدفين حولهما إلى شياطين بالفعل، وعاثا فساداً. قتلتهما قبل أن ترسليهما إلى الحرب. سأذكرك إن ابنينا قتلا الأطفال الصغار ليتسليا، ومن أجل المتعة كانا يشربان برؤوس البشر، وأنت تثنين عليهما. كثيرا كنت أحذرك ولكنك لم تستمعي إلي، فأصبحا كالشياطين. مرحى، مرحى يا سلافة. قتلا والدي ووالدتي ولم تفعلي شيئا. لقد تجاوزا الحدود في مكة وافتخرت بهما، ثم أرسلتهما لكي يقتلا محمدا وحرضتهما على الإسلام. قاتلا في أحد. كفي عن البحث عن قاتل ابنيك. أنت القاتلة، أنت، أنت. لا تغضبي يا سلافة، اهدئي قليلا. عاصم قتل ولدينا الهائجين فحسب. لو لم يقتلهما لاستمرا في الظلم والتنكيل. هذا يكفي، يكفي. أنا أعرف هذا يا زوجي. لكن لا
يمكنك أن تقول لي ذلك؟ عاصم، 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 أنا قادمة يا عاصم، عاصم، عاصم. عاصم، 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 سأقتلك. كاب، 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 عاصم، يا عاصم. بني، مروان، يا بني. كاب، كاب، كاب. عاصم، عاصم. كاب، كاب، بني، بني، كاب. عاصم، 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 عاصم. بني، مروان، بني، بني، مروان. عاصم، 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 عاصم. بسرعة. ولم يجد أحد جثة عاصم. بحثت عنها طويلاً ولم أجدها. أردت أن أحضرها لكم. سأعطيكم الجثة وأطلب السماح، لكن لم أجدها، اختفت. لقد حماها الله. وقد اختفت جثة خبيب أمام أعيننا مثل جثة عاصم، وحماهما الله. لقد استشهدوا في سبيل الله. أنا نادم جداً. يا رفاق عاصم، إن دخلت دينكم فهل سيسامحني عاصم؟ خبيب، زيد، عبد الله، خالد، مرثد، سيسامحونني؟ المغفرة لا تحصل إلا بالتوبة. أنا أتوب عن كل ما فعلته من دون وعي. التوبة، اغفرا لي أرجوكما. وكيف يمكن أن نسامحك؟ زبير، وهل الحكم لنا؟ إن صاحب الحكم هو الله. إن كنت صادقاً في كلامك، وإن كنت تؤمن بالله ورسوله، وإن كنت تؤمن بالشهادتين وتقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، سيغفر ذنبك إن شاء الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا نجار، أستاذنا عاصم حتى بعد استشهاده يهدي الناس. انظر، أصبحت مسلماً، وأنا أعلم أنهم يروننا الآن. أين أنت يا عاصم بن ثابت؟ أين أنت أيها البطل الذي كان نبينا يعظمه؟ أين أنت يا أستاذ المعلمين؟ أين أنت؟ عاصم بن ثابت،
رضي الله عنه من أوائل مسلمي المدينة. حارب في غزوتي بدر وأحد بشجاعة، واشتهر بأنه من رماة رسول الله. بعثه نبينا إلى القبائل لكي ينشر الإسلام بينهم ويعلمهم الدين الحق، وقد حمى الله جسده بالنحل. استشهد في السنة الثالثة من الهجرة. خبيب بن عدي رضي الله عنه مسلم من المدينة المنورة، هزم العديد من أعداء الإسلام في بدر وأحد، وهو القائل: لا يهمني كيف سيكون موتي ما دام ذلك في سبيل الله. وقبل أن يرتقي شهيدا صلى ركعتين لله، وأصبحت صلاة خبيب تقليداً وسنة دائمة لكل المسلمين الذين يقتلون ظلماً. مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه من المهاجرين مع رسول الله، شهد غزوتي بدر وأحد ولوح بسيف الإسلام، صان دينه وعف نفسه طوال حياته. عبد الله بن طارق رضي الله عنه أرسل بتكليف من الرسول معلماً ومرشداً. بطل بدر وأحد الرجل المغوار والمحارب الشجاع والصنديد. خالد بن البكير رضي الله عنه مجاهد حارب في الملاحم، قاتل في غزوتي بدر وأحد، واستشهد رضي الله عنه في عمر 34. زيد بن الدثنة رضي الله عنه أسد بدر الذي سار على طريق الرسول، كان إيمانه قويا وخالصا لوجه الله، وكان شديد الالتزام. كنت أتحدث عن نسل عاصم، النسل الحقيقي صاحب الشرف والغيرة، الأتقياء شهداء الإسلام الذين لم يرضخوا للكفار. لولا شموخهم لما وصل الإسلام إلينا. رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.